عودة مجددة كوتش عبد الله معاكم. في الفيديو راح أشرح تمرين مهم حق عضلات لوح الكتف. لوح الكتف مسؤول عن حركة الإيد، سواء السحب، الدفع، خلينا نقول بونش، تسحب، ترفع، دائما لوح الكتف يتحرك معك. وعادة عضلات الباك مو سهل إنك تدربها لأنك أنت ما تشوفها، فمهم جدا إنك تقويها. لكن في الفيديو راح نركز أكثر على مرونتها وتهيئتها بشكل سليم. فأفضل تمرين راح تثبت هني على الركب، إيدي ستريت هني بالطريقة هذه، أقدر أكفل إيدي كذي، وراح أسوي ستريتش، أرجع كثر ما أقدر دائرة وافتر واحد. أوكي، ما أروح بكتفي، يعني مو حركة أكتاف، لا حركة لوح الكتف. فأول شيء أودي لوح كتفي لقدام، على الأخير أرد ورا دائرة لتحت، بوم. هذه التمرين الأول. نفس الشيء نقدر نسوي العكس. أوكي، هذا التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون كالاتي. من هني أثبت وضعية الشايلد بوز. أوكي، وراح أنزل بلوح كتفي كأني بسوي بوش أب بس بلوح كتفي بالطريقة، وأصعد فوق على الأخير واحد، تحت على الأخير اثنين، ثلاثة. طبعا الحركة ما قاعد أثني كواعي عشان ما أروح بوش أب، الحركة مو بوش أب، الحركة أني أفصل لوح الكتف، أو يعني أحس أني كأني فصلت بروحه وطلعت لي فوق كثر ما أقدر. وايد حلو هالتمرين. أيضا نفس هالفكرة هذه راح أسويها هني، راح أسوي قدام وورا، فأحاول أكور لوح الكتف وأوصل أكتافي لي أذوني بس بلوح كتفي، يعني أرجع ورا واحد، فأنا قاعد أقوي لوح الكتف من زوايا مختلفة. لوح الكتف هو طبعا قاعد يحرك الساعد مثل ما تلاحظون. أوكي، وآخر تمرين ممكن نسويه إذا على الطوفة، أو خلينا نقول على مثل ما تشوفون البنش، أمسك هني إيدي وأسحب وأثبت تحت هني، وراح أحس في ستريتش بالظهر، وأيضا طبعا ستريتش حق كامل الظهر، بس لوح الكتف راح يصير فيه ستريتش، وأخذ نفس بالمعدة. وهكذا كل ستريتش ممكن تثبت من 20 إلى 30 تكرار، تسوي جولات. المهم أن تحس في لوح الكتف يرتاح، أساس الحركة السحب، حركة الدفع، أي حركة تحتاج فيها فيها المنطقة العظم هذا راح يكون مسؤول أكيد عنه لوح الكتف، فراح تكون حركتك سلسة وراح تستفيد في أدائك الرياضي. يعطيكم العافية.